90% من اللي انتخبوا ما حدش فيهم قرأ لا برنامج مرشح ولا عارف هو بينتخب مين. 90% من اللي انتخبوا عشان انت قلت لي انتخب فلان او انتخب. احنا لسه في سنه اولى فمش عارفين يعني انتخاب ولا عارفين انت تقدروا تقرا وهل البروجرام اللي كاتبه ده او البتاع ده يمشي معانا ولا ما يمشيش. لكن انا مش درجه ايه يا دكتور؟ انا العجوزه. ده انت يوم الاربعاء. يوم الاربعاء بس نزلت انا ساكن في مصر فكنت بنزل ابص على اللجان كده. كنت عايز حد معين ينجح ونجح الحمد لله واخده بالك فكنت واقف جنبه كنت عايزه ينجح يعني. لان انا برضو ليا وجهه نظر ان مش معقوله ابقى اول برلمان للثوره وما فيهوش حد من الثوره. صعب قوي يعني. يعني صعب ان برلمان الثوره يبقى كله ناس ما لهمش علاقه بالثوره. ودي حقيقه يعني. ناس ساعدت بعد كده في الثوره بس عشان كده كان عندي اقتراح الناس المعينين في مجلس الشعب يجب ان يكونوا كلهم من شباب الثوره. في عدد بيعينوه لازم يبقوا من شباب الثوره لان دول لا عندهم امكانيات يرشحوا نفسهم ولا عندهم خبره في الانتخابات. الانتخابات دي جيم لعبه. فانا كنت نازل من ضمن شباب الثوره الحمد لله نجح يعني حررنا منطقه مدينه مصر ومصر الجديده الحمد لله ونجحناهم. فانا كنت بقعد اتكلم مع ناس طب انت هتنتخب ده ليه؟ وهتنتخب عايز اعرف الناس طب انت قريت برنامج بتاع لا ما قريتش.